بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هنكمل إن شاء الله دروس الرياضيات للصف الثالث الإعدادي، المنهج المصري، الفصل الدراسي الأول، العام الدراسي 2015-2016. معاكم ناصر سالم. احنا شغالين في حل امتحانات الجبر والإحصاء، وده نموذج الامتحان رقم 3. نموذج الامتحان رقم 3، السؤال الأول بيقول: الزوج المرتب سين تربيع وصاد تربيع، سين تربيع وصاد تربيع، حيث سين لا تساوي صفر وصاد، يقع في أي ربع؟ طبعا لما يقول لك سين تربيع معناته إن ده موجب، يبقى ده موجب، وصاد تربيع برضه موجب، الموجب يقع في الربع الإيه؟ الأول. الجذر التربيعي الموجب لمتوسط مربعات انحرافات القيم عن وسطها يسمى، طالما فيها جذر يبقى بيسمى ايه؟ الانحراف المعياري. الانحراف ده تعريف الانحراف المعياري. بيقول لي اذا كان الف على باء يساوي 7، لما يجي لك زي كده ويقول لك ويجيب لك شويه قيم لازم تضرب طرفين في وسطين، يعني ما اضرب طرفين في وسطين هيديني ايه؟ 4 الف يساوي 7 باء. اشوف اللي هو عايزه بقى، هو عايز ايه؟ 4 الف على الباء، يبقى ده كله على الباء يساوي ايه؟ 7، هنا ما فيش حاجه يبقى على الواحد، يبقى 4 الف على الباء يساوي 7 على الواحد، يعني 7، يبقى هنا 7. إذا كان ص تربيع ناقص 4 س ص زائد 4 س تربيع، هل ده مربع كامل ولا مش مربع كامل؟ يبقى أنا باخد جذر الأول ص وجذر الأخير 2 س، أضرب في 2 يبقى يدينا إيه؟ 4 س ص. هل هو ده الحد الأوسط؟ نعم ده الحد الأوسط، يبقى ده مربع كامل. يعني مربع كامل عبارة عن إيه؟ ص ناقص المربع كامل، اي فرق بين مربعين قصدي، المربع كامل يبقى ص س الكل ايه؟ الكل تربيع، الكل تربيع 2 س، هنا 2 س، جذر الاول ناقص جذر الثاني، جذر الاول ناقص جذر الثاني، ده بيساوي صفر. يبقى لو خدت الجذر الطرفين يبقى ص ناقص 2 س تساوي صفر، ماشي، يبقى ص تساوي ايه؟ تساوي 2 س. هو عايز ايه بقى؟ ان هل دي مش على الصورة ص تساوي ميم س؟ ايوه، يبقى معناتها ان ص تتناسب طرديا مع س، طرديا مع السين. السؤال اللي بعده بيقول لي: اذا كان س وس زائد 41 عددان اوليان فان س تساوي، هنا تخيل السين عدد فردي، ال41 عدد فردي صح؟ عدد فردي زائد عدد فردي يديني عدد زوجي، والأعداد الأولية مفيش إلا العدد الوحيد الزوجي هو الاتنين، يعني ده لو السين عدد زوج عدد فردي يبقى العدد ده مش أولي، يبقى لازم يكون السين عدد زوجي، وقلنا العدد الوحيد الزوجي اللي هو الاتنين، يبقى لازم السين تكون اتنين، اتنين هنا وهنا اتنين، يبقى 43 عددان اوليا. مفهومة ديت؟ مفهومة؟ يبقى لازم السين تكون اتنين عشان تكون عدد زوجي. اذا كانت سين يساوي اتنين فان سين اتنين هيساوي ايه؟ مش الاعداد القيم، هيبقى اتنين واتنين بس، ما واحد في واحد بواحد، يبقى بتكون من عنصر واحد اللي هو الاثنين مع الاثنين. السؤال الثاني بيقول: اختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. الأول المتناسب، يبقى الأول المتناسب نفرضه س، س و21 و15 و35، يبقى س على 21 تساوي 15 على 35، يعني معناته س هتساوي إيه؟ 21 في 15 على 35، على 7 فيها التلاتة، على 7 فيها الخمسة، 5 فيها الواحد، الخمسة فيها التلاتة، يعني س بكام؟ ب9. إذا كانت 4 س تربيع، 4 س تربيع تساوي 9 ص تربيع، س على ص، يبقى س على ص هي، يبقى س تربيع على ص تربيع، س على ص يعني 9 على 4، يبقى يساوي 9 على 4. لو أنا خدت السين على ص الجذر
هيساوي يبقى 3 على الاتنين. بس هنا ايه، لو واخد لما باخد الجذر يبقى زائد او ناقص، يبقى زائد او ناقص 3 على الاتنين، زائد او ناقص 3 على الاتنين، مش 2 على 3. يعني س على ص تربيع، يبقى س على ص تساوي الجذر زائد او ناقص الجذر التربيع، لما باخد الجذر يبقى زائد او ناقص 9 على 4، يعني 3 على الاتنين. تقول لي إذا كان جذر 2 في جذر 3 في جذر 5 في جذر 6 في جذر 7 في جذر 8 يساوي 12 جذر 70، فإن عايز بقى القيمة دي، القيمة دي عبارة عن إيه؟ جذر 3 وجذر 5 وجذر 6 وجذر 7 وجذر 8 أهم. طب اللي فوق هنا أدي جذر 3 وجذر 5 وجذر 6 وجذر 7 وجذر 8 دول، يبقى اللي فوق دول يساوي كام؟ يساوي المفروض ده على جذر 2، يبقى نقدر نقول له جذر 2 جذر 3 جذر 5 جذر 6 جذر 7 جذر 8 يساوي 12 جذر 70 على جذر 2. خليها كده، هنشيل دول ونحطهم تحت، يبقى 12 جذر 70 على جذر 2 في جذر 10. معايا؟ طيب يبقى 12 جذر 7 في 10، 70 في 10، يبقى 100 700 على الاتنين، 700 على الاتنين. جذر خليها جذر، يبقى 5 في، ماشي، يبقى بيساوي 12 جذر 7 35، يبقى 350. 350 هو ايه اللي موجود هنا؟ 14 5 5 في 7 في 10، يبقى معناتها ان ديت نحللها بس، يعني معناتها 12 عشان بس نقدر نطلع ايه بقى تحت بره الجذر، يبقى 5 في 5 في 2 في 7، الخمسة تطلع بره بتتضرب في ال 12، يعني هيديني 60 جذر، باقي 2 فيبقى 60 جذر 14. ايوه يبقى ده 60 جذر 14. بيقول اذا كانت س 1 و2 وص 0، تكون من عنصر صفر، نون سين في صاد كام؟ 2 في 1 ب2، مش 2 في صفر، 2 في 1، يبقى عدد العناصر سين في صاد 2 في 1. طيب بيقول لي إذا كانت النقطة ألف وتلاتة تقع على الخط المستقيم، تقع على الخط المستقيم يعني سين بألف وصاد بتلاتة، أو دال سين بتلاتة، يعني معناتها ممكن أقول كده 3 تساوي 4 ألف ناقص 5، الخمسة تطلع بره، يبقى 4 ألف تساوي 8، يعني الألف يساوي كام؟ 2. الإجابة رقم ب. ولأكثر المجموعات الآتية تشتتا، يبقى نجيب المدى، المدى ده كام؟ 36، 36 ناقص 17، يبقى 36 أدي 17 كام؟ 16، يبقى 9 16 من 7 يبقى 9 و2 يبقى 19، يبقى ده 19. نجيب المدى هنا كام؟ 41 أكبر قيمة، وهنا أصغر قيمة كام؟ 26، يبقى 11 من 6 5، يبقى 15 ده. طيب هنا أكبر قيمة عندي 39 وأصغر قيمة 5، متهيألي هو ده، يبقى يبقى 34، يبقى ده 34، هنا ده 43 وأصغر قيمة 20، يبقى 23، يبقى ده 23، أكبر قيمة عندي، أكبر مدى عندي ده، يبقى جيم هو المجموعة الأكثر تشتتا، يبقى أكبر مدى هو الأكثر تشتتا، أكبر مدى هو الأكثر تشتتا. بيقول إذا كان ألف
تلاتة ألف يساوي اتنين باء، يبقى نك تلاتة ألف يساوي اتنين باء، نعمل نسبة ألف على باء، يبقى ألف على باء تساوي ألف على باء اتنين على تلاتة، اتنين على تلاتة يساوي ميم، يعني الألف يساوي اتنين ميم والباء يساوي تلاتة ميم، نعوض يبقى تلاتة في اتنين ميم ناقص تلاتة ميم على اتنين في اتنين ميم زائد تلاتة ميم، يبقى يساوي ستة ميم ناقص تلاتة ميم على أربعة ميم زائد تلاتة ميم، ستة ميم ناقص يبقى تلاتة ميم على سبعة ميم، الميم مع الميم يدينا كام؟ تلاتة على سبعة، يبقى قيمتها تلاتة على سبعة. ولذا كانت د س تساوي س تربيع ناقص س زائد تلاتة، فوق الدال دال ناقص اتنين، يبقى عوض يبقى ناقص اتنين تربيع ناقص، وهنا ناقص تاني ناقص اتنين بحطه من داخل قوس زائد تلاتة، يبقى يساوي أربعة، هنا ناقص في ناقص بزائد، اتنين زائد تلاتة يبقى يدينا كام؟ تسعة. طيب دال واحد يبقى واحد تربيع بواحد، وهنا ناقص واحد زائد تلاتة يبقى واحد وتلاتة أربعة ناقص واحد يبقى تلاتة. طيب دال صفر هيساوي صفر وصفر، يبقى يدينا كام؟ يدينا تلاتة. ولذا كانت صاد وسطا متناسبا بين سين وعين، اثبت ان، يبقى صاد يبقى سين وصاد وعين دي في تناسب متسلسل، يبقى سين على صاد تساوي صاد على عين. لو انا قلت تساوي ميم، يبقى الصاد يساوي عين ميم والسين يساوي عين ميم تربيع في التناسب المتسلسل، بس صاد تساوي عين ميم وسين هتساوي عين ميم تربيع، عين ميم تربيع. نعوض بقى، يبقى انا باخد الايه؟ الطرف الايمن، سين بعين ميم تربيع في عين على صاد، صاد بكام؟ بعين ميم في صاد عين ميم زائد عين، يبقى بيساوي عين تربيع ميم تربيع على، هنا لما اضرب هيدينا ايه؟ عين، ولا ما اضربش، ناخد عين عامل مشترك من هنا، هتضرب في العين يبقى عين تربيع ميم في ميم زائد واحد، عين تربيع مع عين تربيع، الميم مع التربيع، يعني هدينا ايه؟ ميم على ميم زائد واحد. ده الطرف الايه؟ الطرف الايمن. الطرف الايسر نعوض السين بكام؟ السين بعين ميم تربيع، وهنا السين عين ميم تربيع زائد الصاد عين ميم، هنكمل هنا. طيب يبقى عين ميم تربيع على، لو انا خدت عين ميم عامل مشترك عين ميم، هيتبقى ايه؟ ميم زائد واحد، يبقى يساوي العين مع العين والميم مع التربيع، يدينا ميم على ميم زائد واحد، وده رقم اتنين. ملاحظ هنا في رقم اتنين ده ميم على ميم زائد واحد، وده ميم على ميم زائد واحد، يبقى الطرفان متساويان، الطرفان متساويان. القاعدة دي مهمة جدا جدا، القاعدة دي مهمة جدا جدا في التناسب المتسلسل. لما س على ص يساوي ص على عين، يبقى ص تساوي عين ميم وس تساوي عين ميم تربيع، وشرحناها احنا قبل كتير في الدروس اللي فاتت. طيب اذا كان ص تساوي واحد زائد باء، حيث باء تتغير عكسيا مع س، دي المهم بالنسبة لي، يبقى باء س تساوي ايه؟ ميم. وكانت ص تساوي 17 عندما س تساوي نص، يبقى انا ايه؟ لو انا عوضت بالصاد هنا في الاول، يبقى بالتعويض عن صاد في المجموعة في اللي ده عشان اجيب باء مكانها، يبقى صاد ب17 تساوي واحد زائد باء، يبقى باء تساوي كام؟ 16. يبقى لما السين تساوي نص، الباء ب16، نعوض بقى، يبقى بالتعويض يبقى باء ب16 وسين بنص يساوي ميم، على الاتنين في الواحدة اتنين في التمانية، يعني ميم يساوي تمانية، يعني باء سين
ب س يساوي 8 وعندي الصاد، يا اما بقى تعوض بالايه، تعوض بالباء. ما هو عندي هو عاطي العلاقة هنا ايه، اوجد العلاقة بين س وصاد، بين س هنا باء وصاد، باء وسين، يبقى نعوض، يبقى الباء هنا تساوي 8 على س، نعوض بقى يبقى ص تساوي 1 زائد 8 على السين. دي العلاقة بين السين والصاد. نضرب في سين، خليها زي ما مش مشكلة كده، ثم دي العلاقة، ثم وجد قيمة ص عندما س ب2، يبقى س ب2 يبقى ص تساوي 1 زائد 8 على ال2، يعني ص تساوي 1 زائد 4 يدينا كام؟ 5. طب بيقول لي إذا كانت عين علاقة على طاء اللي هي مجموعة الأعداد الطبيعية، حيث عين من ألف لباء تعني ألف في باء يساوي 18، ألف في باء يساوي 18، لكل ألف وباء تنتمي لطاء، طيب يبقى بيان عين هنا إيه بقى القيم اللي تديني عددين حصل ضربهم 18؟ واحد و18 مظبوط، 2 و9 و3 و6، ايه تاني؟ 2 و9 3 و6، طيب هنعكسهم بقى، يبقى 18 و1 و9 و2 و6 و3، مفيش مثال، مفيش حاجة أعداد تاني تدي 18 غير دول. تمام، اكتب بقى مثلها مخطط ايه، مخطط سهمي، مثلها بقى مخطط سهمي، يبقى انا عندي ادي واحد مخطط سهمي، ادي طبعا مش هتعرف تعمل انت اللي ده، فانا بختار العناصر، ادي واحد وادي 18 وآدي 2 وآدي 9 وآدي 3 وآدي 6، يبقى واحد وكام؟ 1 و18، 18 و1 3 و6 و6 و3، 9 2 و9 و9 و2، يبقى دي ايه؟ تمثيل العلاقة بمخطط سهمي. احسب الوسط الحسابي، الوسط الحسابي والانحراف المعياري للقيم اللي موجودة عندي، يبقى انا عندي دي سين معايا، بعد كده سين ناقص سين شرطة، طيب وسين ناقص سين شرطة تربيع، دي دقيقة بس عشان نشوف بس الايه القانون بتاع السين، ايوه ده القانون، هو ده انا بوريه، ده في حالة ايه؟ في حالة مجموعة من القيم، في حالة مجموعة من القيم، يبقى الانحراف المعياري لمجموعة من القيم، لمجموعة من المفردات، زي ما يبقى الانحراف المعياري اللي هو سيجما يساوي مجموع السين ناقص السين شرطة كل تربيع على نون، عدد القيم على عدد القيم، يبقى انا هنا مفيش ايه، مفيش كاف، يبقى هنا الغي الكاف خالص هنا والغي الكاف هنا، ادي المثال اهوت، ادي س، يبقى بجيب الوسط الحسابي مجموع دول على عددهم، نجيب الوسط الحسابي نطرح وبعدين نربع المجموع ده على 80. طيب يبقى نحلها بنفس بقى الطريقة كده، هنا السينات بكام؟ هنا 3
وسبعين، أربعة وخمسين، 62، 71، وادي إيه؟ وادي 60. يبقى نجيب الأول الوسط الحسابي، الوسط الحسابي يساوي، بنجمع دول ونقسمهم على عددهم. نجيب الإيه؟ الآلة بس. ثلاثة وسبعين زائد ثلاثة وسبعين، معلش، ثلاثة وسبعين زائد أربعة وخمسين زائد 62 زائد 71 زائد 60 يساوي 320. عددهم كام؟ خمسة. يبقى على الخمسة، على الخمسة، يبقى اعطاني 64. يبقى الوسط الحسابي اعطاني 64. يبقى هنا بقى السين نقصات، يبقى 73 ناقص 64 13، يبقى كام؟ 9. صح. 54 ناقص 64، يبقى هنا سالب 10. 62 ناقص 64 يبقى ادينا ناقص 2. 71 ناقص 64 هيدينا كام؟ 11، يعني 7. 60 ناقص 64 هيدينا ناقص 4. أربع 9 81، هنا 10، يبقى يدينا 100. 2 4 49، هنا 16. هنجمع دول، نجمعهم بالآلة، يبقى نجمع 81، 81 زائد 100 زائد 4 زائد 49 زائد 16 أعطاني كام؟ 250. يبقى ده أعطاني 250. يبقى السيجما بقى اللي هو الانحراف المعياري بيساوي إيه؟ الجذر التربيعي ل250 على كام؟ على النون اللي هي كام؟ الخمسة. يعني هيديني جذر 50. جذر الخمسين، نشوف جذر الخمسين بكام. جذر الخمسين، ما احنا قلنا هو الانحراف المعياري ايه؟ مجموع ده على النون على عدده، مجموعه على عدده. يبقى جذر الخمسين، يبقى ادي جذر ونكتب 50 وانتر، هيديني ايه؟ 7، يعني تقريبا 7. يبقى تقريبا، تقول له كده تقريبا 7، يبقى الانحراف المعياري تقريبا 7. بيقول لي عددان صحيحان موجبان، النسبة بينهما 3 إلى 7، وإذا طرح من كل منهما 5 أصبحت النسبة بينهما 1 إلى 3، فما هما العددان؟ يبقى نفرض العددان س و ص، يبقى س على ص يساوي 3 على 7. إذا طرح منهما 5 بقى، يبقى س ناقص 5 على ص ناقص 5 أصبحوا كام؟ 1 على 3. عايز العددان، هنعمل ايه بقى في الحالة زي دي كده؟ فما هما العددان؟ يبقى العددان موجبان، النسبة بينهما 3 إلى 7، وإذا طرح من كل منهما 5 أصبحت النسبة بينهما 1 إلى 3، 1 إلى 3. طيب هنضرب هنا طرفين في وسطين، يبقى 7 سين تساوي 3 صاد، 7 سين تساوي 3 صاد. طيب نضرب هنا طرفين في وسطين، يبقى 3، خليها كده، خليها يعني، خليها هنحل المعادلتين مع بعض. المعادلة التانية يبقى 3 سين ناقص 15 يساوي صاد ناقص 5، صاد ناقص 5. يبقى 3 سين ناقص صاد يساوي 16، وهنا 7 سين ناقص 3 صاد يساوي 0.
كده المعادلتين هم مظبوطين كده، يبقى انا ممكن اضرب اللي فوق دي في 3 وايه او في سالب 3 واجمع، يبقى انا اضرب في سالب 3 يبقى سالب 9 س موجب 3 ص تساوي سالب 3 في 6 ب 18 و3 في 1 ب 3 يبقى سالب 48. لو انا جمعت اجمع كده يبقى ده هيروح مع ده، نجمع هنا هيدينا ايه؟ سالب 2 س تساوي سالب 48. لما اقسم على الاتنين على سالب 2 يبقى س هتساوي كام؟ 24. يبقى س تساوي 24. طيب جبت السين، عوض بقى في اي حتة، يبقى لازم يبقى 7 في 24 تساوي 3 ص، يعني ص تساوي 7 في 24 على 3، دي على 1 ودي على 8، يبقى ص تساوي 56. يبقى 4 العددين هما ايه؟ 24 و56. 24 و56. يبقى لما يجي حاجة زي كده لازم اطلع معادلتين واحلهم مع بعض، لازم اطلع معادلتين واحلهم مع بعض. كده انهينا الايه؟ انهينا النموذج رقم 3. اتمنى ان شاء الله يكون استفدت من هذا النموذج. اشوفكم على خير في النموذج القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.